نمشيو لاول اقتراح واللي هو طريقه تحضير ديال العجين ديال الشباكيه. اكيد على انه كثير من السيدات عطاو العجين ديال الشباكيه ديالهم ومازالين غادي نواصلوا في يعني في ان شاء الله في عجائن ديال الشباكيه باشكال مختلفه، لانه تبارك الله يعني مؤخرا في السنوات الاخرى ما بقاش غير الشباكيه بداك الشكل اللي هو مشبك، كاين اشكال كثيره اللي كتكون على شكل خيوطه بحال الوريضه، فكاين بحال وحده بحال يعني البليغات، فكاين اشكال كثيره باش كتكون فرصه عند السيدات اللي كتبغي يعني معسلات على مائده الفطور الرمضانيه كتحاول على انه تلقى الشكل اللي غتقدر عليه، وخاصه يعني في التشباكين دابا تبارك الله الطرق اللي هي سهله هذه كتحتاجها لانه تشاف فيديو. فغادي نعطيو اليوم الطريقه والمقادير ديال العجين ديال الشباكيه. وبالنسبه لهاد الشباكيه غادي نحتاجو في المقادير الكيلو ديال الطحين فورس يكون من النوع الجيد مغرب المزيان، كاس معمرش ديال الزبده مذوبه نحيدو ليها ديك الكشكوشه الفوقانيه، كاس معمرش ديال الزيت الروميه العاديه، كاس ديال اللوز مطحون مزيان، كاس ديال الزنجلان حتى هو مطحون مزيان، معلقه كبيره ديال النافع مطحون، معلقه كبيره ديال القرفه، قبيصه ديال الملح، شويه ديال المسكه حره حتى هي مطحونه مزيان، واحد شويه ديال السنيده، وراس معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، خماره واحده ديال الحلوه، صفار بيضه. غادي نحتاجو 25 سنتيلتر ديال الماء زهر تكون حتى هي من النوع الجيد راه معروفه، نص كاس ديال الخل وشويه ديال الزعفران. فغادي نعاود بالنسبه للعجين ديال الشباكيه، اكيد على انه بزاف الشباكيات كيف ما قلنا كل سيده تبارك الله هو يعني صراحه متعونه بالانواع ديال الشباكيه، كاين اللي كيدير فيها الخميره، كاين اللي ما كيديرش فيها، كاين اللي كيبيتها ليله كامله، كاين اللي كينقص بعض المواد، كاين اللي كيزيد بعض المواد، ولكن اكيد على انه اللي كتصدق ليه الشباكيه بالشكل اللي هو كيديرها راه كتعجبو بزاف وكيجي لذيذه وكيتقاسموها يعني كفكره مع السيدات او مع الناس اللي كيعرف. فهادشي علاش بالنسبه للشباكيه البلديه المعروفه عندها يعني طريقه وحده، عندها مقادير وحدين، ولكن تبارك الله الابتكارات ديال السيدات كل مره كيزيدوا حاجه وكيبدلوا يعني في المذاق، كتبقى الشباكيه محافظه على الشكل ديالها على المذاق ديالها، ولكن كيكونوا شي اضافات اللي كيديروا فرق. فهادشي علاش حنا غنعطيو الانواع كثيره، وكل سيده كتسمعنا اولا كتسمع السيدات اللي كيعطيو هاد الاقتراحات ديال رمضان، كل سيده يعني كتختار داكشي اللي عندها وداك يعني والطريقه اللي ارتاحت فيها اولا اللي عجبتها. فبالنسبه لهاد الشباكيه قلنا غادي نحتاجو في المقادير كيلو ديال الطحين فورس يكون من النوع الجيد، نعبروا المقادير بالكاس العنبه، كيلو ديال الفورس، كاس معمرش ديال الزبده مذوبه محيده لديك الكشكوشه الفوقانيه ديك الرغوه، كاس معمرش ديال الزيت الروميه، كاس ديال اللوز مطحون مزيان، كاس ديال الزنجلان حتى هو مطحون مزيان، معلقه كبيره ديال النافع مطحونه مزيان يعني مغربله منيلين هادشي كله مغربل مزيان، معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه على اليد تكون مزيانه يعني مطحونه من الاحسن كيف ما كنقولوا القرفه غنستعملو هاد الاستعمالات وخاصه في المعسلات ناخذ المقدار ديالنا ونطحنوه مزيان على يدينا، فكيكون فيها واحد المذاق مجهد ديال القرفه وكينسمو لينا هاد الاقتراحات. قبيصه ديال الملحه، شويه ديال المسكه حره مطحونه مزيان، شويه ديال السنيده، راس معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، خماره واحده حمراء ديال الحلوه، صفار بيضه، 25 سنتيلتر ديال الماء زهر تكون القرعه ديال الدجاج يعني المعروفه ديال المزهر، ونص كاس ديال الخل وشويه ديال الزعفران الحر. هادو هما المقادير وغادي نمشيو بالطريقه. بالنسبه للطريقه هو انه غادي نخلطوا في القصريه، غادي نديروا كيلو ديال الطحين فورس من النوع الجيد مغرب المزيان، نزيدوا ليه كاس معمرش ديال الزبده مذوبه، نزيدوا ليه كاس معمرش ديال الزيت، نضيفوا كاس ديال اللوز مطحون مزيان، وكاس ديال الزنجلان مطحون مزيان، ومعلقه كبيره ديال النافع مطحونه مزيان، ومعلقه كبيره ديال القرفه حتى هي مطحونه مزيان، وقبيصه ديال الملحه. هاد المقادير كنخلطوهم مع بعضياتهم يعني كيتخلطوا مزيان. قلنا في القصريه نديرو كيلو ديال الفورس، كاس العنبه مع عمرش ديال الزبده مذوبه، وكاس مع عمرش ديال الزيت النباتيه. يعني ناخذوا كاس ديال العنبه غادي نديرو يعني كاس يعني الثلث ديالو يعني ما نعمروش حتى الفم، يعني غير الثلث ديال كاس العنبه غادي نعمرو بالزبده مذوبه ونحيدو لها كشكوشه ونضيفو على داك كيلو ديال الفورس. ناخذوا كاس العنبه وغادي نعمروا الزيت النباتي يعني الزيت العاديه، غادي نعمروا الثلث ديال الكاس ما يكونش عامر حتى الفم، ونضيفوا داك الزيت والزبده على داك الطحين،
نضيفوا كاس ديال اللوز عامر مطحون مزيان وكاس ديال الزنجلان حتى هو مطحون مزيان ومعلقه كبيره ديال النافع مطحونه حتى هي مزيان ومعلقه كبيره ديال القرفه مطحونه على اليد وكنديروا قبيصه ديال الملح كنرملوا هاد المقادير مزيان مع بعضياتهم وكنخليوهم كيرتاحوا ومن الاحسن يعني باش تزيد تصدق لينا هاد الشبكيه هو انه هاد المقادير كلها اللي ذكرت دابا ملي كنرملوها كتخلط مزيان لانه هي فيها كميه ديال الكاس ما عامرش ما بين كاس ما عامرش ديال الزيت وكاس ما عامرش ديال الزبده وكاين كيلو ديال طحين الفرص فما غاديش هاد الزيت والزبده هما اللي غادي يجمعوا لنا هاد المقادير داكشي علاش غادي يبقى لنا الخليط مرمل يعني شي مجموع يعني طريفات مجموعين والاخرين مازال ما مجموعينش فداكشي علاش قلنا كنرملوا هاد المقادير اللي ذكرت كامله في القصريه وكنخلطوها مزيان وكنرملوها يعني ما كتجمعش لينا عجينه ولكن كترمل لينا كيبقاو فيها بحال الطروفه مجموعين وكنخليوها كترتاح نغطيوها بلاستيك الغذائي ونخليوها ترتاح صاحبه هذا الاقتراح هو انه كتترملها بهذه الطريقه كنجمعوها بالاطراف الاصابع وكترمل لينا ما كتجمعش عجينه كترمل لينا وكتخليها في الليل يعني لا كامله حتى للصباح عاد كتعجنها وعاد كتضيف هاد المقادير اللي غنذكر يعني في الليله كامله كتغطي القصريه يعني غنجمعوا هاد المقادير مع بعضياتهم ونرملوهم ونخلطوهم مزيان ونغطيو بلاستيك الغذائي ونخليوهم كيرتاحوا ليله كامله من بعد ان شاء الله ليله كامله في الصباح فاش نبغيو نصايبوا العجينه الشباكيه ونكملوها غادي نزيدوا في الصباح شويه ديال مسكه حره مطحونه وشويه ديال السنيده يعني بالنسبه للسنيده اللي غادي نديرو غادي ناخذو غادي نطحنوها مع المسكه حره لانه ملي كنطحنوا دوك الحبيبات ديال المسكه حره ما كيتحلوش هنا بوحدهم فغادي ناخذو المسكه حره شويه ديال المسكه حره ما نكثروش يعني حبيبات من المسكه حره غادي نضيفوا ليهم واحد شويه ديال السنيده وغادي نطحنوهم باش هذيك السنيده كتحل لينا بحال السكر كلاصي وكتحل معاها ديك المسكه حره فضروري لانه ناخذوا شويه ديال المسكه حره ونطحنوها مع شويه ديال السنيده وكنضيفوها على داك الخليط اللي خلينا كيبات ليله كامله كنضيفوا راس معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز كنضيفوا خماره حمراء ديال الحلوه كنضيفوا واحد الكسرونه غادي نديروا فيها صفار بيضه وقلنا بالنسبه لهاد المقادير اللي غادي نزيدو فضروري لانه هادوك المقادير اللي ذكرت في الاول يترملوا مزيان ونغطيوهم بلاستيك الغذائي ونخليوهم ليله كامله وفي الصباح ناخذ ديك القصريه ونطحنوا شويه المسكه حره مع شويه ديال السنيده ونضيفوها على الخليط ونضيفوا راس معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز ونضيفوا خماره وحده ديال الحلوه حمراء ونضيفوا صفار بيضه هادشي كله كنضيفوه يعني في الصباح على دوك المقادير الاولين غادي يبقى لنا مقادير اخرى باش غادي نجمعوا وانه غادي ناخذوا كاسرونه غادي نديروا فيها 25 سنتيلتر ديال المزهر والقرعات ديال الدجاج ديال المزهر المعروفه من زمان يعني معروفه اللي يعني في صراحه في هذاك المذاق يعني الريحه ديال المزهر غادي ناخذوا 25 سنتيلتر ديال المزهر نديروه في كاسرونه مع نص كاس ديال الخل مع شويه ديال الزعفران الحر غادي ندفيوهم واحد شويه ما نخليوش يسخنوا بزاف غير ندفيوهم فوق العافيه وهما اللي غادي نجمعوا بهم العجينه وكنبقاو ندلكوا العجينه مزيان حتى كتجمع لينا هي راه دغيا كتجمع وما كطلبش بزاف ديال الدليك فهذه هي الطريقه ديال الشباكيه اللي كنقترحها لكم اليوم كيف قلنا في قصريه كيلو ديال الفرص وكاس ما عامرش ديال الزبده مذوبه وكاس ما عامرش ديال الزيت كاس ديال اللوز مطحون كاس ديال الزنجلان مطحون معلقه كبيره ديال النافع مطحونه مزيان معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه مزيان وقبيصه ديال الملح كنرملوا هاد المقادير مزيان مع بعضياتهم كنخليوها كترتاح نغطيوها بلاستيك ونخليوها كترتاح ليله كامله بعد ما رملناها نخليوها ليله كامله كترتاح وفي الغد عاد كنعجنوها فاش كنبغيو نعجنوها نحيدوا داك البلاستيك الغذائي وهذيك القصريه اللي فيها هاد القوام كله كنزيدوا عليها شويه ديال المسكه حره اللي طحناها مع شويه ديال السنيده باش تطحن لينا مزيان وكنهزوا ديك المسكه حره اللي طحنا مع السنيده كنضيفوها على الخليط كنضيفوا في القصريه راس معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز كنضيفوا خماره وحده ديال الحلوه خماره حمراء وكنضيفوا صفار بيضه كنمشيو كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها 25 سنتيلتر ديال المزهر من النوع الجيد وكنضيفوا على داك المزهر نص كاس ديال الخل وكنديروا شويه ديال الزعفران الحر وكندفيوهم فوق العافيه كنسخنوهم مزيان يعني حتى كيدفاو لينا مزيان ثم هذاك الخليط ديال المزهر والخل مع داك شويه ديال الزعفران اللي طلق لينا في داك الماء ديال الزهر
فهو اللي كنجمعوا به العجينه، كنجمعوا بسهوله كتجمع لينا، كندلكوا العجينه مزيان وكنخليوها حتى كتجمع، يعني ما كطلبش وقت بزاف ديال الدليك، يعني ما كطلبش بزاف ديال الدليك، وكنجمعوها. ومعروف على انه العجينه ديال الشباكيه كتكون عجينه قاصحه، ونخليوها ترتاح، ومن بعد كنقسموها على شكل غريسات وكنورقوها بالمدلك. وديك الساعه راه كنقطعوها اما بجراره اولا بهذاك الاطار ديال الشباكيه اللي فيه اصلا هذوك الخطوطه، كيسهل علينا الامر. ولكم الاختيار يعني الشكل اللي بغيتو. ومعروف على انه ملي كنصايبوا الشباكيه بالشباك العادي، اولا نستعنوا بداك الاطار اللي كيعطينا يعني هذاك الشباك بلا جراره، فلكم الاختيار. ملي كنشبكوها كنحطوها في السينيات يعني، وكنخليوها حتى كتنشف مزيان. ضروري على انه نخليو الشباكيه حتى كترتاح مزيان العجينه ديالها، ساعه ولا ساعه ونص ولا، لان الوقت يكون كثر. وعاد ديك الساعه كنقليوها في زيت سخونه، كتقلى في زيت سخونه، وكنهزوها من الزيت وكنديروها في العسل اللي كنكونوا وجدناه، سواء صيبناه في الدار ولا شريناه كنخليوه. واللي ضروري على انه منهزو الشباكيه من داك الزيت، نهزوها بالصفايه ونخليو داك الزيت يتقطر مزيان، ما نزيدوش قطرات ديال الزيت بعديك الشباكيه ونهزو كلشي. فهادشي علاش ضروري الصفايه ماشي المغرفه، الصفايه حتى كتصفى مزيان داك الزيت، وكنغطسوها في العسل وكنخليوها حتى يعني كتطفى مزيان وكتعسل مزيان. ومن بعد كنهزوها وكنديروها يعني في الطبق اللي غادي نقدموا فيه اولا في داك البواطه. وكنبقاو دائما ناخذوا من الاحسن بحال دابا هذيك القرعه ديال العطريه اللي كيكونوا فيها يعني الحبيبات، اللي كيكونوا فيها يعني داك يعني الغطاء ديالها، الغلاقه ديالها كيكونوا فيها بحال واحد الوسيعات هكا شويه، يعني ماشي كبار وماشي صغار. اللي كنديروا بحال دابا مثلا فاش كنبغيو نرشوا شويه ديال القرفه اولا شويه ديال الخرقوم مثلا في يعني في الحاجه اللي كنطيبوا، ما بغيناش مثلا نهزو بيدينا، كنبداو نهزو ديك القريعه وفيها دوك الدوائر هكا منفسين، كنبقاو نرشو القياس ديالنا. فناخذوا هذيك القرعه اللي كيكونوا العوينات ديالها شويه محلولين، وكنديروا فيها الزنجلان اللي هو محمر ونقي مزيان ومحمر، وكنحلو واحد شويه وكنبقاو نرشو بهذيك القريعه، كتجينا مزيانه وكيخرج لينا غير واحد الحبيبات وكتحكموا كثر. وحتى هذيك الشباكيه كيجي فيها داك الزنجلان لاصق فيها يعني في كل شيء، ماشي بلاصه اللي مكعور فيها مثلا زنجلان وبلاصه اخرى اللي ما فيهاش. فنتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هذا العجين ديال الشباكيه، واكيد على انه ان شاء الله مازال مواصلين رفقه المستمعات، مازال غادي يقدموا لنا اقتراحات اخرين ديال العجينه ديال الشباكيه بالطريقه ديالهم، باش يكون عندكم فرصه على انكم تختاروا من بين هاد المئات ديال الوصفات اللي كنقدموا لكم الخاصه بشهر رمضان الكريم بالمعسلات. يبقى الاختيار ديالكم الوصفه اللي ارتحيتوا فيها، طبقوها مازال الوقت وبشويه بشويه حتى كتمكنوا من العجين ديال الشباكيه، والصحه والراحه.